ماشي مشكل تحبس شويه وتفكر على العلاقه اللي عندك مع الجمهور على كمهرجان. وبالنسبه ليا مهم هذا العام يرجع هذا المهرجان بطريقه اخرى ويعطي الكلمه اكثر للمخرجين من افريقيا من المغرب فهمتي من هاد البلايص فين حنا دابا عايشين. التواجد ديالي هذه 17 مره وانا كنجي ليه مهرجان جميل. مراكش تستحق كل خير والمغرب يستحق هذا المهرجان، هو ربح للمغرب وهذه مناسبه اننا نتلاقاو بممثلين ونشوفوا اعمال جديده باش حنا نمشيو في الطريق ديالهم ونديروا الاجمل، وهذا تعبير جميل التعبير الفني. غاديين في الطريق ان شاء الله، غاديين في الطريق ما نزربوش بشويه علينا، غنطلعوا في الدروج من سارة على الدربي وصل. كيف ما كتشوفي دوره كبيره بالنجوم اللي حاضرين فيها سواء مغاربه ولا عرب ولا اجانب، بالافلام لكاليتي الافلام اللي فيها بلي ماستر كلاس بالورشات بهذا الجمهور الكبير اللي متعطش للسينما، فاحنا والجمهور كنعيشوا متعه السينما وهذا الشيء باين وواضح. يلا ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتب الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.